مين اللي قال للتاني بحبك، انت ولا هو؟ هو سألها مرة واحدة وبطل يقولها. تصور تاني مرة كانت امتى؟ امتى؟ كلموني اخر برنامج عمله في حياته كان في لبنان. كلمني المعد وقال لي احنا بنعمل برنامج كذا كذا والاستاذ فاروق جاي لنا، فاحنا عايزينك تقولي له برنامج كلمة. عندنا في قناة النهار تقريبا. قالوا لي عايزينك تقولي له كلمة. قلت لهم انا مش هنزل مش هاجي اصور معاه. قالوا لي لا سجليها على الواتساب واحنا هناخدها. تكنولوجيا بقى. عملت كده فعلا، فلقيت نفسي بقول له انا بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. رد عليا قال لي انا كمان بحبك، انا كمان بحبك يا سمية. صور دي كانت تاني مره من سنه 74. yeah. اه هو قالها لي سنه 73 لما جاب لي شوكولاته وجاب لي ورده وباكل بين، عشان دي التلات حاجات اللي انا بحبهم. وقال لي يوميها بقى واحنا بنتمشى على الكورنيش إيه انا بحبك. بس طبعا ندمت على طلاقي منه. كنت اتمنى لما براجع نفسي لما كبرت كده وبقيت عقلة كده ونضوج بقول يا ريتني ما عملت كده. كفاية ان انا كنت ابقى جنبه 24 ساعة، يروح مكان ما هو عايز بس في الاخر يرجع بالليل ينام في السرير وانا جنبه. الله. اقول لي فاروق ايه؟ اقول له بحبك. وانا بحبك يا سمية وبقدرك وانت هتفضلي علامة فارقة في حياتي.